بعد شفته سكوتك عن الظلم تواطؤ. التظاهر السلمي حق دستوري. مثل المتظاهرين سلميا جريمة. دور الحكومة أنها تخدم الشعب وتسمع الشعب وتحمي الشعب وتطبق القانون. لو ما وقفنا مع بعض وساعدنا بعض ما حيحصل تغيير وما حنرجع حق. سكوتك عن الظلم جريمة. الناس اللي استشهدت والناس اللي هسي في المعتقلات مرقوا عشانك. نحن مجموعة من الناشطين عملنا عريضة فيها ثلاثة مطالب أساسية. الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين وفي الاعتقالات التعسفية. تقديم كل من ساهم في قتل المحتجين السلميين للمحاكمة. ضمان حرية الصحافة وقف التعتيم الإعلامي. العريضة دي موجهة للمبعوث الأمريكي الخاص للسودان، للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأفريقي، جامعة الدول العربية ومنظمة حقوق الإنسان. أنا هيثم كرار هاعتصم قدام البيت الأبيض عشان ألفت الانتباه للمطالب دي. أنا الشافعي ضفاع الله تضامنا مع الشعب السوداني، أقف تضامنا ممتنع عن الطعام للمطالبة بمحاكمة عادلة الذين قتلوا هذا الشعب. رابط العريضة موجود تحت الفيديو. توقيعاتنا بتدعم في تنفيذ المطالب دي. وقعوا عشان صوتنا يصل لكل العالم. وقع عشان حقك ما يروح. وقعي علشان حقك كمان ما يروح. عشان المعتقلين يطلعوا من السجن لازم توقع. لازم توقعي. توقيعك توقيعك مهم عشان مسيرة التغيير تتواصل. توقيعك توقيعك مهم لرد الحقوق. توقيعك وتوقيعك مهم شديد برد حقوق وبيأسس لحاجات صح لقدام ما تتخاذل. توقيعك توقيعك مهم عشان مسيرة التغيير تتواصل.